السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقدم لكم النهاردة كفتة فراخ مشوية على الطاسة، وأنا خلطت المقادير بتاعتها علشان أما أطولش عليكم الفيديو. زي ما انتوا شايفين دلوقتي أنا خلطت المقادير كلها عشان ما أطولش عليكم الفيديو. المقادير هي عبارة عن ايه؟ نص صدور مخلية ونص وراك مخلية وخمسين جرام دهنة وبصلة متوسطة وحزمة كزبرة خضرة وملح وفلفل توم باودر وبهارات فراخ. بس انا حابة اقول حاجة كده سريعة، انك بعد ما تغسليها اللي بتغسلي الفراخ حطيها في مصفى عشان تنزل كل المية بتاعتها علشان تبقى ناشفة وانت بتضربيها في الكبة. ودي حاجة مهمة جدا، يعني انك انت لازم تكون الفراخ علشان تبقى متماسكة ما تبقاش انا طبعا زي ما انتم شايفين ببدا يعني العصايه البلاستيك اللي انا بستخدمها دي بستخدمها علشان تبقى الكفته مجوفه وهشه من جوه ما تبقاش مكتومه. بابل زي ما انتم شايفين انا بستخدمها، بابل ايدي بميه البصل وببدا اصبع الكفته، يعني ببدا اصبع و بصبع. طبعا انا هكمل تصبيع واجيلكم مرة تانية. انا كده انا كملت كل المقدار وهحطه في التلاجة علشان يتشمع لمدة ساعة. بعد ما خرجتها من التلاجة بحط طاسة على النار، بسخن الطاسة كويس جدا، وبعدين بحط عليها معلقه زيت، معلقه واحده من الزيت يعني، وبنزل بالكفته. طبعا انا مش بقلب الكفته الا لما بشوف الاطراف لونها ذهبي بقلبها، وبتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم دي، وانا بحاول اقلبها اكتر من مره. وطبعا لانها متماسكه مش بتفك ولا اي حاجه، ما تخافوش يعني لو مشيتوا على المقادير، وده طبعا عشان اضمن انها استوت. زي ما انتم شايفين انا حطها على النار وهي لونها ذهبي، وده طبعا انا عشان بس بضمن ان الكفته تكون مستويه. بعد كده انا بكون مولعه فحمتين، والفحم ده فحم صحي، بحط عليهم نقطتين يعني بحطهم طبعا في ورقة فويل، وبحط عليهم زيت وبقفل عليهم بالغطا لمدة 5 دقايق علشان بس ياخدوا الريحة. وانا بكرر ان الفحم ده فحم صحي، مش فحم اللي بيتجاب من العادي ده، لا ده فحم صحي. طبعا انا طلعت الكفتة وحطيتها في طبق التقديم زي ما انتم شايفين، واتمنى تعجبكم وتجربوها، واتمنى تعملوا اشتراك يا رب للقناة ولايك للفيديو وتشيروه، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.